أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. باب، هذا متكن باب باب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب، هذا متكن باب باب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المعروف بيتيم عروة، أقولك عرمة وسكري، عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: وحيت أم سلمة شكوت إلى رسول الله، رسولك عليه صلى الله عليه وسلم، أيان أشيكتي أني أنوغ أشتكي إن أنشيغن أيو أنحنو سني، نبي أشيكتي صلى الله عليه وسلم إن أنحنو سني، ومرك أسنة دي وحي دوني سادوافك إن السميسو وأنحنو سنتهي أم سلمة، مرك وحي ولجه دا فلا أقدر الضوافة ماشيا، أنا الصعداء أود أمليهوي إن الضوافة إن دابدئي وحالي سارموي أنيقو ماشي اللغين يا ما الضوافة كريء لجهد. فقال رسولك صلى الله عليه وسلم: حيردو في الضوافة من وراء الناس داتك قداشة الضوافة، والحال أنت أدوغو راكبة أدوغو دابدئي إسكا سارا الضوافة نبي صلى الله عليه وسلم. فضفت وان ضوافيت ام سلمة، والحال رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم يصلي وتكنيو الى جنب البيت كعبد الهي دنعيدا وكتكنيو يقرا وحال واقرنا رسولك صلى الله عليه وسلم بوطور وكتاب مصدور الى سوره تفسير كيدو شيخ سو هذا الهيه ولجددنا انه كلي هي وحوي سوره الدور اسقو اقرنا ايا النبي صلى الله عليه وسلم ايا نركيت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وابن عيينة، سفيان بن عيينة قال: حدثوني وحي إيغشيغين ويري عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال إنه ويري جبير بن مطعم: سمعت النبي النبي عن مغلي صلى الله وسلم وبارك عليه يقرأ وحال أقرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم في المغرب في صلاة المغرب صلاة المغربك بالدور سورة الدور أصغوك أغرنا يا صلاة المغربك أيان مغلي نبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ هذه الآية آية مركوسو قاري رسولك صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. مركوسو قاري كاد قلبي قيبوحو السيقيويري أن يدير إنو الدور قلبي قد ما يأتيكي تقيبي ويعني مردبول كاد أن يخشى عليه أيو لجهد عقلي يدرينك يورانا يغتقد أيو لجهد. قال تعالى جل جلاله: إله حويل أم خلقوا موحى الله أبوريكو وانبعثك يا إلهي إنكري من غير شيء شيء لآن ميا الله أبوري، بمعنى بدون خالق وحا أيق أبوري مبجر ميا، أم أمس هم أيق ميا الخالقون إس أبوري مس أيق إس أبوري، أما ما خلق السماوات والأرض سماوات كي أرضا ما يجا أبوري بل إسكدا في الله يوقنون حقي ما يقينين أيان، أم عندهم مس أيجا أكتو ذوحة هذه خزائن ربك ربك خزن ذيهس خزن ذها وحلق بحيو فروه ذميه هيا، أما ما هم أيجوا المصيدرون أي الغالبون على الخزائن خزن ذها كوك غالب النقضي أو أيجوا هيا مملك خزن ذها مياه هيا، بمعنى يدبرون الخزائن فيعدونها كيف يشاءون، وخزائن تما يقع مامولا عدة ربانا وحسية عدة ربانا وحديدة. مركان آيدها النبي صلى الله عليه وسلم أسوق قاري وحويري جبير بن مدعم كاد قلبي يقوحو السيقي أن يدير إنو الدولة، بمعنى أن يخشى عليه كاد أن يخشى علي أي ولجه إن أنمير دبالمه أي أنكو سكتوري، لأنه معاند آيده فهمي آياته معانيدا إيكا هاد ليان إيا معناها الجزل لقاه وين وآياته إيكا هاد ليان أيو فهمه. قال سفيان وسفيان وحوري وسفيان بن عيينة: فأما أنا أنيقا فإنما إنك لما هاني سمعت زهري زهري أيان مغلي حديث حاله كشيكين أيو عن محمد بن جبير بن مدعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في صلاة المغرب بالدور سورة الدور إساقوكو أغرين يا رسولك صلى الله عليه وسلم، لم أسمعه أنوغ زهري من مقلن ويري سفيان
زاد الشيخي زهري إنه زياديي الذي هذا الكي إنه الشيخ زياديي شيخي كما مغلب قالوا ضد كل أنا أي شيخ هذا الكي أي شيخي إيجا سيجن أنا الشيخي كما مغلب هذا الكي أي شيخ يعني محل الجدال الله قصوا بالله فلما بلغ هذه الآية إلى لقى جارو كاد قلبي أن يطير أنت الشيخي كما هي لكن والله إيجا شيخ والله إيجا شيخ ضد كلا إيجا شيخي لفظك كاد قلبي أن يطير يعني هذا الكاس ضدك على شيخه يجى شيخه لكن أنيق شيخه كما هي يوري صوفيا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة والنجم هذه مدني سورة والنجم وسورة الليراه سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد حر في تفسير قوله تعالى ذو مرة علمه شديد القوى وجبريل لولجه ذا شديد القوى أي النبي باري صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم شديد القوة سو ذو مرة ذو قوة أي كفصل أود صاحبه إلهي أود أسي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فكان قاب قوسين حيث الوتر من القوس أي كفصل فكان النبي صلى الله عليه وسلم وحوى هذه جبريل قاب قوسين حيث مكان هو هذه الوتر حرق قانصده من القوس يقرب أودويها من القوس قانصد أودويها. سد حرق قانصد وقانصد أودويها أنت سوكل أجر سدي. نبي صلى الله عليه وسلم جبريل أيه كفر سري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ وحكيري ضيزا عوجاء تلك إذا قسمة ضيزا عوجاء ألكم الذكر وله الأنثى إلهي جل جلاله قال ذي وحكيري ما دينك ويللك ويلش مياد حق إن يسكون نسبيسان قبله أذن عيسان إلهي مياد النسبيسان قبله دينك أذن عيسان مياد إلهي النسبيسان وإله ذو حتراهن قبله أيور دلي مياد تراهن تلك تاس إذا وقت قسمة وقائم قائم تاس ضيزة أي عوجاء قلعون سحنا ذو قائم سان أقدر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري وأكدى وأعضى قليلا وأكدى وأعضى وحو بحيي قليلا وحير وأكدى أي قضع عضاءه سنتي سنة قدالك قوستي سنتي سنة قدالك قوستي ومثل يتصال إلهي وقرده يقف دين تسوق إليك بعدنا كاللابنا وحير وإيمانك كجريك بعدنا قدال الدين تسوق قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير رب الشعراء هو مزرم الجوزاء وأنه هو رب الشعراء وأنه إلهي جل جلاله هو إلهي رب الشعراء حدق شعرها اللي راه ربك أبو ريوه جل جلاله يعني حدق أوحى سقارة إلهي سبحانه وتعالى وشاقي ويعابد جرين حلق الجاهلية سيدة أصنام تلو عابده أي حدق أو عابد جرين وحي أنس بين جرين منافعات فربضان إنه ليه هاي أي أنس بين جرين وإلهي كدقان جرين إلهي جل جلاله مركة تاسو الديديو إلهي وحير وأنه إلهي هو إساقى رب الشعراء شعرها إساقى ربي وحدق شعرها لي بخاري مركة شعرها وحير هو حدق شعرها مزرم الجوزاء مزرم الجوزاء حدق اللي را معنى الله ما قعوا لي ولي بسدح ما قعوا لي عبور نوال اللي را الشعراء واللي را مزرم الجوزان والليرا سد حدا مقعبا واسكلا هي الشعراء العبور هي مزرم الجوزاء سد حدا مقعبا والقويد لاغا حدقا ليرا حدقا الشعراء حدقا شعرها ليرا هو حدقا أفراد اوغو افتينك بضان حدقاها عركة كويا حدقا أفراده لأنه حاوي مركي لغسو تاقو قرح دا يضيح يزهر دا سد حدا ساكا افتين بضان بس وقرح دا يضيح iy zuhraha saddex raas bisa ka nur badan waaxidiga kaalinta afaraad gala marka la yiraaho nurka iyo suduucaadka uu sameeyay xidiga kaalinta afaraad ku jira waana xidig aad u weyn markii la yiraaho yaani qiyaaskiisa iyo inta baaxad uu leeyahay xidig aad u weyn weey laanahu waxa la yiraa wa akbaru min ash-shamsi bimarratayn qorraxda laba goor ugu laba jibaar ma hadlo xidigan shicra laba goor qorraxda ka sii weyn qorraxda aan arkayno laba goor ayuu ka sii weyn laakiin su'aasha meesha taagan waxa weey markii la fiiriyo xidigan shicraha inuu ka yar yahay
ayaad u malaysaa dhinaca koonfur bari uu ka soo baxaa, xilliga kulaylaha ayuu soo baxaa. Markaad isha ku fiiriso, waxaad is leedahay xiddigani qoraxdii waa ka yaryahay, xaqiiq ahaanna waa ka weyn yahay oo laba goor ayuu ugu laba jibaarmaa xataa. Laakiin aragtida adiga aad u malaynayso inuu qoraxdii ka yar yahay waa inta uu kaa fog yahay, laanna qoraxda uu ka sii sarreeyaa isagu. Marka shayguna intuu kaa fog yahay uu sii yaraadaa mar walbaba. Diyaaraddan weyn oo dhulka markay timaado aad la yaaban tahay, waa aragtay oo hawada markay gasho waxaad u malayn shimbir yar inay tahay, shimbir yar inay tahay aad u malayn. Marka ciddigan yacni bucdiga sanawaadkiisa dawiga ah ayaa aada u dheer, sanawaad dawi uu leeyahay oo aad u fog, oo qoraxda xataa kasii fog. Qoraxdana wuu ka weyn yahay, qoraxdu iyaduna waxay kasii weyn tahay dhulka. Dhulkoo dhan waxaa ka weyn qoraxda. Inta caalam dhulkaa ku nool oo annagu aanu arkayno oo dhulkaa nala ballaaran, qoraxda kasii ballaaran. Laakiin haddana markaad fiiriso, waxaad is leedahay qoraxdu waa hal shilin oo kale, wax iska yar. Waxaa keenaya fogaashaha, fogaashaha ay naga fogtahay ayaa keenaya qoraxdii. Oo marka dhulka iyadu kasii weyn, uu shicruhuna kasii weyn yahay laba goor, shicruhuna kasii weyn yahay qiyaas marka intee la eg yahay shicraha, shicraha intuu leegay wax la qiyaasi karo ma aha. Waxyaalaha aan arkayno dhulkan kowniga ah oo annaga indhaheennu ay qabanayaan, waxaa ka baaxad weyn aayaadka kowniga ah ee samada ku yaalla, aayaadka kowniga ah ee tusinaya ilaahay awooddiisa oo samada ku yaalla ayaa kasii ballaaran. Bal shicraha waxaa la yidhaha dhulka wuxuu ugu laba jibaarmaa ilaa milyan wax ka badan, milyan wax ka badan oo dhulka kasii weyn yahay halkaas xidig, oo xidigga la yidhaaho shicraha. Marka xilligii faraacinada iyo nimankan yoonaanka la yidhaah iyo waa xidigay aad u caabudi jireen u ahaa. Faraacinadii ayaa caabudi jirtay, heer quraysh qaybo ka mid a caabudi jiray, nimankii griigga waa caabudi jireen. Xidig aad loo yaqaano xilliga kulaylaha ayuuna soo dhashaa, nimanka gabyaayga ahna aaday u adeegsadaan oo way ku gabyaan oo tusaalooyinka kulaylka ayay u soo qaataan. Waa tii gabaygii ku jiray laamiyatul carab oo ninkii la dhihi jiray shanfara uu iska lahaa, wa yowmun min ashicra yaduubu lucaabuhu afaaciihi fii ramdaa'ihi tatamalmalu, waa kii dhahay isagoo kulaylka ka sheekaynaya marka wadaa, wa yowmun min ashicra, maalin ka mida maalmaha xidigu soo baxo shicra, yowmun min ashicra, xilliyaha shicruhu uu soo baxo, yaduubu lucaabuhu, waa yoom kulaylkiisu uu saa u daadanayo, afaaciihi fii ramdaa'ihi tatamalmalu, waa maalin abeesadu xataa bacaadka intuu kululaado bacaadka isaa ugu galgalanayso, bacaadku intuu gubow. Marka xidigaha wuxuu soo dhashaa xidigan xilliga kulaylku jiro, dhinaca koonfur bari ayuuna ka soo baxaa. Xidig baaxaddiisu ay aad u ballaaran tahay oo ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid, cajaa'ib min acjabi makhluuqaati illah, makhluuqaadka ilaahay kuwa ugu cajaa'ibta badan ayuu ka mid yahay shicro. Wuxuu yidhi Bukhaari, huwa misramu aljawzaa, misramu aljawzaana waa la yidhi. Qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala fi tafsiiri qowlihi tacaala, sheekhu wuxuu ku yidhi, alladii waffaa wa ibraahiima, alladii waffaa wa ibraahiima, nabiyullaahi ibraahim, alladii nabiyullaahi ibraahiimo waffaa oofiyey, muxuu oofiyey, waffaa maa furida calayhi, wixii lagu farad yeelay oo sharaa'icdii iyo diintii ah ayuu oofiyuu ka soo baxay. qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala fi tafsiiri qowlihi tacaala, sheekhu wuxuu ku yidhi, azifati alaazifa iqtarabat asaaca, saacaddii qiyaamaha soo dhowaata. qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala fi tafsiiri qowlihi tacaala, sheekhu wuxuu ku yidhi, saamiduun watadxakuuna walaa tabkuun wa antum saamiduun, watadxakuuna waad ku qoslaysaan qur'aankan markaad maqashaan, walaa tabkuuna mana ooyeysaan markaad qur'aanka maqashaan, walxaalaad qoslaysaan, antum adinkuna saamiduun aad tihiin. saamiduun maxaa loola jeeda? Wuxuu yidhi Bukhaari, asamdu hiya albardamatu, samdiga waa bardamo, bardamo bimacnaa allahu wallacib, idinkoo cayaarayow qur'aankii aad maaragtay dhegaysanaysaan, walxaal antum adinku saamiduuna aad iska cayaaraysaan, idinkoo qalbigii ka mashquulsan oo xibnihii laga yaabo xibnihii inay meelo kale iyo cayaar ku mashquulsan yihiin ayaad qur'aankii kariimka ahaa dhegaysanaysaan. marka sheekhu wuxuu ku fasiray albardama bimacna lahwi wallacibi. qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala, waqaala cikramatu cikrama, isaguna wuxuu yidhi markuu saamiduun uu fasirayey, yatagannawna bilximyariyati, saamiduun yatagannawna wayba heesayaanba markii qur'aanka lagu dul akhriyo, yatagannawna la yidhaha saamiduun waa heesayaan, bilximyariyati ay hees ku tahay, bilugati alximyariya, luqadda ximyariyada ah. saamiduun waxay u yaqaanaan heesta, saamiduun
هستي ويقانا اللغة الحميرية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال إبراهيم وإبراهيم النخعي الكوفي أي يرجي ذاهي بتفسير قوله تعالى شيخ حكوير أفتمارونه على ما يرى مركو فسيري أفتجادلونه أي كفسر أفتمارونه النبي صلى الله عليه وسلم ميات كالدو ديسان على ما يرى آيات كونه سو أركي عجائب تمركي لديلمي وسو أركي ميات كالدو ديسان إبراهيم النخعي وحوري أفتجادلونه أي اللوليجين أفتجادلونه والنبي قد لدو ديسان صلى الله وسلم وبارك عليه ومن قرا قفك اقريا ايدا افتمرونه غير متواتره وي افتمرونه على ما يرى يعني قاريغا اسمرك و خوله جيدا افتجحدونه مديديسان النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرى و هو سو اركميات كديديسان وا قراءه حمزه والكسائي حمزه الكسائي سدا وا اقري غير متواتره. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله وسلم وبارك عليه أي الله لجلا يقول له محمد أرق يسيو ما زاغ البصر أرق مؤوسا إيلا مركي آيادها كونها إلهي أتسي يمينا ولا شمالا أمليحا دينا عمدك بذيحي مدنا أمليح ليحاني بيشي إلهي سبحانه وتعالى أتسي أمبو النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وأركي آياتك كونها وما دغى ولا جاوز ما رأى يلو وما دغى ما حد قد بين محل لجدا ولا جاوز أرق النبي صلى الله عليه وسلم ما وسن كقد بين ما رأى وحي أصو أركي ووحان وسن لتوسن مدهن والي توسي سأسأل لجدا وحان لتوسن أما وسن صو أركن وان صو أركي مدهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكوير فتماروا كذبوا سورة القمر فتماروا بالندر محلو لجدا كذبوا بالندر رسوشي أدقي أي بينيين اللو لجدا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال الحسن وحسن البصري في تفسير قوله تعالى وحكويري إذا هوى والنجم إذا هوى حدقا كن أرتاه إلهي جل جلاله إذا هوى غاب هدو دعوه هدو مركي داتانا كن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس سونا وحير في تفسير قوله تعالى أغنى وأقنى أعطى فأرضى وأنه هو أغنى وأقنى أعطى هو إلى أغنى أعطى اللي هي وحب حييو وأقنان فأرضى اللي هي كره لقري قفك أنتو إلهي وحسيو أيها الدنا قناعة كسيو قفك إلهي خير لدوني بحي إلهي كسيو هدو إلهي كره لقري ووحوين إلهي وحبو كسيو هدنا قناعة كسيو إلهي جل جلاله النعمة وين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الكوفي عن عامر وشعبي ورجدة عامر وشعبي عن مسروق بن الأجدع قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها يا أمتاه هوي هل رأى محمد النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ربه ربي اسم أركي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج ما أركي نبي صلى الله عليه وسلم ربي. فقالت وحيت أمنا عائشة لقد قف الشعري تنتيدي استاكتي مما لأجل ما الذي كدرتي ساتنتيد لا استاكتي قلت آتري هذا الوين أتكو هذا الشيء وأن حيتر مرهد آتري نبي صلى الله عليه وسلم ميا ربي سو أركي وابس كنا حيتري قلت أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كذبت أين أنت أديك حقيك أهاتي تري مسروق من ثلاث سدح الرماد حقيك أهاتي سدح ذا الرماد مدبرتت من حدثكن قفك سدح ذا الرماد كوشيغة فقد كذب بينو الشيغة سدح ذا الرماد قفك إنا يدعين كوشيغة بينو الشيغة من حدثك قفك كوشيغة أن محمد النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه إنه ربي سو أركي فقد كذب بانو الشيغي تري ومذهب عائشة معروف صحيح مسلم كانوا كسو قادن صحيح مسلم كانوا كسو قادن أيو مذهب عائشة ومعروف أيضو ما أقلوي ديدي جرتي إنه نبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعجاد وربي سو أركي وديدي جرتي من عائشة. لكن جمهور الصحابة ويكو خلافين جمهور الصحابة ويكو خلافين وحي السوغين إنه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ليلة الإسراء والمعراج إنه ربي سو أركي جل جلاله. إمام النووي رحمه الله تعالى وحو يري مركو كهد ليي
aayadda aan gaarno aan dhammaystirno. Waxay tidhi man xadaaka qofkii kuu sheega anna muxamedan sal allahu alayh wasalam ra'a rabbahu faqad kadib. Uma qaraad umuna caaisha waxay akhrisay qowlahu tacaala laa tudrikuhu alabsaaru wahuwa yudriku alabsaara wahuwa aladiifu alkhabiir. Laa tudrikuhu ilaahay alabsaaru indhuhu ma haleelaan, ilaahay indhuhu ma haleelaan. Wahuwa ilaahay isagaa yudriku alabsaara, indhaha ilaahay isagaa haleela. Wahuwa ilaahay aladiifu alla dhimriya way alkhabiiru, ee khabiiru xog ogaalahoo addoommadiisa xogtooda haya. Marka imaamu nawowi raximahullahu tacaala wuxuu yidhi qowluhu uma qaraat laa tudrikuhu alabsaar, qaala annawawiyu, imaamu nawowi wuxuu yidhi tabacan ligayrihi, asagoo keyrku ku raacay lam tanfi caaishatu, caaisha ma aysan diidin wuquuca ru'ya, aragtidu inay dhacday bixadiisin marfuucin kuma diidin. Wax daliil oo nooma sheegin ka wadaad xadiis marfuuc, xadiis marfuuc oo nabiga loo kor yeelay sallallahu wasallam mubaaraka calayhi ma aysan la imaanin, waa fahamkeeda. walow kaana macaha xadiis marfuuca, hadduu micigeeda caaisho ahaan lahaa ladakaratu waa sheegi lahayd. haddii xadiis marfuuca ay masalada u hayso umuna caaisha waa noo sheegi lahayd. wainama actamadad caaisha, waxay cuskatay alistinbaad calaa maa dakaratu min daahiri alaaya, qur-aanka daahirkiisay kala soo dhex baxday mooyee siday u fahamtay xadiis marfuuca nooma sheegin. waqad khaalafahaa, waxaa khilaafay caaisho masalada ku khilaafay gayruhaa min asaxaabati, ayada gayrkooda saxaabada masalada ku khilaafay. wasaxaabiyu, ruuxa saxaabigaana idaa qaala qowlan qowl hadduu yidhaah, wakhaalafahu gayruhu gayrkiisna uu khilaafaho minhum saxaabadii ka mid a, lam yakun dalika alqowlu xujatan itifaaqan, qowlkaasi xujo noqon maayo mar haddii saxaabo badan ay khilaafeen, saxaabiga qowlkiisa xujo noqon maayo haddii lagu khilaafay masalada. walmuraadu muraadka bilidraak fi laaayati, aayadda umuna caaisha ay deliishatay idraaga muraadka laga leeyahana alixaada hareerayn iyo koobidu, laa tudrikuhu alabsaar, ilaahay absaartu ma hareereeyaan ayaa loola jeeday. ee aayaddu ma diidayso aragtida ilaahay subxaanahu wa tacaala in dadka mu'miniintu in nabigu uu soo arkay sallallahu wasallam mubaaraka calayhi leylat alisraa walmicraaj. wadaalikaasina laa yunaafi, ma diidayo alru'yata, intaha. waxay tiri umuna caaisha qowlahu tacaalana way akhrisay wamaa kaana libasharin, ruux bini aadama bashara uma ahaanin, wamaa yanbaqii lahu, ayaa loola jeeda uma habboona an yukallimahu allahu, ilaahay inuu la hadlo, ruux bini aadama toos ilaahay ula hadlo, ilaa waxyan, inuu waxyi kula hadlo maahani rabbi, aw min waraa'i xijaabin, ama xijaab gadaashiisa inuu ilaahay kala hadlo maahani. marka markaad leedihin mubaasharatan uu ilaahay u arkay, aayaddana diidaysay, haddana leedahay aayaddan ayaad diidaysay. waxay tidhi waman xadaaka qofkii kuu sheega annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaclamu, inuu og yahay maa shay, shaygaasoo fii qadin, biri ku sugan, waxa biri dhici doona inuu og yahay, faqad kadaba, ruuxaasi beenuu sheegay. hadda masaladan umuna caaisha waxay ula jeedaa yaclamu maa fii qadin, bimacnaa cilmi daati ula jeeda, cilmi daati ah biduuni waasidatillah, asagoon ilaahay subxaanahu wa tacaala qeybka ogeysiin nabigu iskama ogaa karo, saasay ula jeeda. rabbi jala jalaaluhu, isagoon qeybka ogeysiin nabigu waa ogaan karaa qeybka qofkii ku yidhaah biduuni waasidatillah, faqad kadaba, beenuu sheegay, saasay ula jeeda. laakiin ulajeedadu ma aha wax qaybaba ilaahay ma ogeysiin nabiga sala allahu alayhi wasalam, saa ulama jeedo. umuna caaisha, kam min quyuubin takallama canha annabiy sala allahu alayhi wasalam, imise qaybiyaad oo bukhaariga iyo saxiixu muslimka inta baan ku soo marnay oo nabigu sala allahu alayhi wasalam uu ka hadlay waqaayic fara badan oo mucjizaadka nabigeeba ka mid tahay sala allahu alayhi wasalam. laakiin waxay diidaysa waxa weye cilmi daati ah, anii daatadaydaan ku ogaan karaa isagoon ilaahay ii sheegin, taas wey qofkii yidhaaha waa beenaalow. uma qaraad, markaasay waxay akhrisay umuna caaisha wamaa tadri nafsu, nafi ma oga, maadaa maxaybaa tagsibu naftu qadan, biri ay kasban doontaa ma oga. waman xadasaka, qofkii kuu sheegay tiri umuna caaisha annahu rasuulku sala allahu alayhi wasalam katama, inuu qariyey waxyigii qayb ka mid a, faqad kadaba, beenuu sheegay. uma qaraad, umuna caaisha waxay akhrisay yaa ayuha rasuulu, rasuulkana uballiq, gaarsii maa ayladii ki unzila ilayka, xaggaaga lagaaga soo dejiyey, min rabbika, xagga rabbigaa, wixii lagaaga soo dejiyey ummadda gaarsii. walaakinahu rasuulku sala allahu alayhi wasalam, waxay tiri umuna caaisha ra'aa jibriila, jibriiluu arkay calayhi salaatu wasalaam fii suuratihi, suuraddiisii ayuu ku arkay jibriil maratayn, laba goor suuraddii khilqiga ahayd oo ilaahay uu ku abuuray jibriil uu laba goor ku arkay nabigu sala allahu alayhi wasalam. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun qaala tacaala jala jalaaluhu fakaana qaaba qawsayni aw adna, fakaana wuxuu ahaaday rasuulku sala allahu alayhi wasalam qaaba qawsayni qadra qawsayn, laba qaanso oo laysbarbar dhigay intay isu jiraan qadarkood oo kale ayuu u jirsaday jibriil aw adnaa,
ama meel uga dhowaasho badan. Wuxuu ku fasiray Bukhaari isaguna isagoo mujaahid raacay, xayuu makaanu ahaaday alwataru xariga qaansadu yaqrubu uu u dhow yahay min alqaws, qaansadu uu u dhow. Qaala alimaamu albukhaari raximahullahu tacala xadathana abu nucmaan wa muxamed ibnu alfadli almarwazi qaala xadathana cabdilwaxid cabdilwaxid ibnu ziyaad albasri qaala xadathana shaybaani sulaymaan ibn abi sulaymaan ashaybaani qaala samictu ziran huwa zir ibnu xubayshin zir ibnu xubaysh weye walaysa fi saxiix albukhaari man ismuhu zirun ila hada shaykhu qof magiciisa ziri la yidhaaha zir ibnu xubaysha bukhaariga uga jira waqad balaqa 120 sana mucamar uu noqday sheekhani cumri dheera ilaahay siiyey 120 sano ayuu da ahaan ku gaaray zir ibnu xubaysh mucamarintuu ku jiray عن عبد الله عبد الله المسعود ولا جيدا قال تعالى جل جلاله فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده اظن كيس و هو وحيودي نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه نبينا لولا جيدا عبده ما اوحى و هي هو وحيودي او عجائب اه اي هو وحيودي قال زر و هو زر بن حبيش حدثنا ابن مسعود و هو نو شيغي انه رسول صلى الله عليه وسلم راى جبريل انه جبريل و اركاي له جبريل حال 600 جناح لح بقل او غرب او سبنا خلقيسي وي عجائب تاسي اوداس اسقو له ايو اركاي نبي صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى هذا مذكر باب قوله تعالى قال تعالى جل جلاله فاوحى الى عبده ما اوحى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا طلق بن غنام طلق بن غنام وليس في صحيح البخاري من اسمه طلق الا هذا الشيخ والنخعي بل ابن الغنام النخعي قال حدثنا زائدة وزائدة بن قدامة الكوفي عن الشيبان السابق في الإسناد شيباني قد أنصمرني قال سألت زرا وزري قد أنصمرني عن قوله تعالى ينكسو آلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال مركاس وحوري زري أخبرنا عبد الله المسعود أنه شيغي أنه متكاسي عبد قال شيغي يولو وحيودي محمد إنو يهي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه رأى النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم جبريل أيو أركي له جبريل حال 600 جناح لح بقل أو قرب أو سبنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب باب قال تعالى جل جلاله لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد حقيقة رأى رسولك صلى الله عليه وسلم وحصو أركي من آيات ربه ربك آياته سحالي كمدهين الكبرى آيات ووين آيات أدوى وين بدن أيو سو أركي نبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قبيسة بن عقبة العامري قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله المسعود إسنادك مربه دو كوفي هي عبد الله المسعود لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال وحو يرو كفصري عبد الله المسعود رأى وحو أركي نبي صلى الله عليه وسلم رفرفا مثل رفرف درين وحلمده أيو أركي درين تاسو أخضر عقارا درين عقارا وحلمده أيو أركي رفرف كاسو قد سد أودي أو قريي الأفق جهوين كدن واحد درين وينو عرق كدن اسكو قادامي ولمده أركي هذا درين تاو حلو قوش شبه ينا وحوي وأجنحة جبريل نبي الله جبريل بالالك مركو في ديو واحد سلاد أيو حنو درين وينو عرق كدن ما قريي سلاد بالالك مركو في لح بقل أو بالو لح بقل فبالو في دنيا مركب وحال لغو شبهي رفرف أخضر قد سد الأفق قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى جل جلاله أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم بالكو الرما اللات صنمك اللات اللي راهد عابدان يا والعزى صنمك عزى اللي راهد عابدان بالكو الرما بعد الكاس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم هو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا أبو الأشبي وجعفر بن حبان البصري جعفر بن حبان البصري قال حدثنا أبو الجوزاء وأوس بن عبد الله أوس بن عبد الله المعروف أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى مركو فسيري ابن عباس الحوري كان اللات لاتي كان رجولا ننو أهاجري من كاسو يلتو بربورية سويق الحاج قفك حاجي صلو الكيس حجيدو صلو الكأس ميجر salaalka ayuu sameey jiray intuu soo dibo oo hadana u tumo sidii budo oo kale u ka dhigo oo cabitaan u qaso oo nin sadaqo badan waa sida xujeeyda u saacida ka bacdi markuu geeriyooday sanamay sameesteen oo magaciisi ah isagii caabudahay ninkaas xujeeyda karaameen jiray ayay caabudahayaan oo sanamiga ka dhigteen oo magaciisina ay ugu magac dareen laati isagii ba sanam ka dhigteen
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي قال أخبرنا هشام بن يوسف هو سنعاني قال أخبرنا معمر هو معمر بن الراشد البصري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف قفك دارته وفقال في حلفه دارتي سكويراها واللات والعزة أنك دارتايرا وأصنام تاسك دارتا فليقول هيرا لا إله إلا الله توحيد كاسو قالوا نواق قالوا بيو مربه دو أصنامتي كدارتي وقالوا بيو توحيد كاسو الله ابتساس أولجي رسولك صلى الله عليه وسلم ومن قال لصاحبه صاحبك يقفك كويراه رسولك صلى الله عليه وسلم تعال كالي وقامرك أن كلق مارتمي وقمر أن عيارني قال قفك صاحبك كويراها فليتصدق وحصدق يستير النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لهذه الجريمة جريمة داس وكل ردي أوجد كفارة قد هبحي لأن الصدقة كفارة صدقة مالك الله صدق يسنى يدنوبتا إله سبحانه وتعالى وكو أسدراه يمن دافو يكفارة هبحي النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا صدقة داس هبحي مالك وحل صدق يسنى يو بأي مالهم مالك الدونه كي او قمارك انو كو عيار او ربي مالك قمارك نفتيس انو صدقيه وحبا هذا الشرط معاه مالك الدونه ايو صدقين كراو وحور الشيخ قوله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق قال الخطابي اي بالمال الذي كان يريد ان يقامر به خطابي وحكوفة سر مالك او ربي انو قمارك قالو نفتيس ها صدقيس وقيل وحال لي ربي صدقة ما صدقه الدونان والغو فسر لتكفر عنه سي اوغا كفاره غد القول الذي جرى على لسانه هذا الكفوشحن او عربكيسه كدريرسدوا قال النووي وهذا هو الصواب كان صوابه بصدقه ما اي صدق بحنا لولا جدا ما مالكي او قمارك كو عياراي كليه شرط ما هو ساسو صوابه وعليه يدل ما في روايه مسلم فليتصدق بشيء روايه مسلم ساسه وحون ها صدقيست ومالك قمارك وكو عيارة كليه شرد معها وزعم بعض الحنفية حنفية قاركوذ وحي شاكتين أنه يلزمه إنه كل لازمة كفارة يمين فحيبا دائما كفارة يمين كل لازمة حنفية وفيه ما فيه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى جل جلاله ومنات الثالثة الأخرى ومناتنا كورما مناتذي العابد يسيما صنم كي مناتذا سوى الثالثة سدحاد وصنم سدحاد يعابد جرين مناتداس الأخرى كلا سلام كاكلو سد هذا العابد جرتين والكور هم بعض الكات كسقنا اليوم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت سر عروة قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيتر أمنا عائشة فقالت مركوا رواية مختصرة أيضا أنت انكسر ديرنا كتاب الحج أي انكسر وقادني بمعنى وحيهيد أو شيخ ماشي وكحت في فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بالصفا والمروة وحن ويديو رؤمنا عائشة صفايا مروة يعني قفك بإسكت دعف السعي قاس وصعي بقى الله إيمان أما وحباب الله هيسم سياشة سان ويديو فقالت مركاسي وحي ترؤمنا عائشة إنما إن كلمة هنا كان من دول وحيهان جرين دول كاسو أهل سوحة جنجري بمناطة الطاقية سلام كي قوقي ومناطة لديه جري قولة دي أسو حج تيجي جرتي التي مناطة داسو بالمشللي مكان كمشلل اللي راهو كسوق نانجري مناطة دو مشلل وبين مكة والمدينة مكاية مدينة ميلو لحيسو سلام كي قولي جري هالكاسي أسو حرم تيجي جرين أسو حرمان جرين كواسي وحي هان جرين مناطة هاس عابودي جري لا يضوفون مئيسان دوافي جرين بين الصفا والمروة صفا والمروة دواف كون مئيسان سميد معنا سعي لرجه لا يضوفون لا يسعون ما يسن سعي جرين بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إلهي وحسود جي جل جلاله إن الصفا والمروة من شعائر الله فضاف رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم واسعيي يا لرجل معنى سعى فضاف رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم واسعيي والمسلمون مسلمين تيورنا يقنا سعيي ويسمي قال سفيان السابق في الإسناد الحويل وسفيان بن عيينة مناتو سرم كمنات اللي راهو بالمشلل وأهاجري هل كاسة يعني اللي قتها جي مشلل هل كاسة كتاكتينه ومال مقعد مشلل مشلل كاسة من قديد قديد قرية اللي راهو كمده وقال عبد الرحمن بن خالد وحو كوري عبد الرحمن بن خالد ابن مصافر الوجه ذاه
عن ابن شهاب الزهري قال عروة وحوري قالت عائشة وحيتري نزلت آيضاً وحي كسو دكتي إن صفا والمروة من شعائر الله في الأنصار أنصار كسو دكتي كانوا هم أنصار تأيه وغسان وحي هنجرين قبيلة غسان لنا قبل أن يسلموا انت سنصو إسلام من حلقي قالت هنجرين يهلون وحي أحر مجرين ويحجوا هذه جرين لمناتا صنمك مناتا لنا مثله مثل حديث سفيان وحديث سفيان سفيان يسجى الزهري أيو كقادي عبد الرحمن بن خالد الزهري بن شهاب الزهري وكقادي هذا اسم متابعين أيو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال معمر وحي المعمر بن الراشد وحكوري بمعنى الرواه معمر بن الراشد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة كان الرجال رقى وحي هاجر رقى سو من الأنصار أنصار تكمدة رقى سو من دول كمدة دول كاسو كان هذا يهل إنه أسو حرمجري لمناتا وصلهم كاسي أسو حرمجريني وحي هاجرين ومنات جملة معترضة هذا الكي انت على دمايسترين جملة معترضة هل سوى نحق ليه ومنات منات صنم صنم وي صنم كاسو بين مكة والمدينة صنم مكة والمدينة انت ودح حيث قال هذا يكو عابد جرين وي هذا الكي أمرك على دمايسترين كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات أيا قالوا وحي راهن كواس منات عابد جرين يا نبي الله نبي الله يو كنا نقوح عنهين لا نضوف إن أننا سعين بين صفا والمروة صفا والمروة نحن ما أننا سعي جرين تعديم لأجل تعديم وينين درت إذا سعي جرينو لمناتا وينين جرني وصنم كي مناتا حشمين جرينو وقدري جرنيو مركي نمان كان صفا والمروة أكتو ذا وحاول جرين لبا صنم وهير قريش أيوغن أيكو عابود جرين مركي وحيدا ماشا أنه مركي أني مالنو صنم كي نيا وينين جرنيو صنم كي ماشا يالا ما أننا دوافي جرين ما احترامي جرين هير قريش أكاس كلها وصفا مروة دحدوداي اولي جيري انغو سنم كان انغو قدرينينا كان وا ديدي جيرنيرا نحو حديث سفيان حديث سفيان اسيو متابعين ومتابعته وها وته معمر لا معمر كا قادي زهري قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى جل جلاله فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله اله السجود واعبدوا الهنا عابدا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عامر المقعد البصري قال حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سجد النبي نبي صلى الله عليه وسلم حك سجودي بالنجم بسورة النجم سورة النجم مركوسو غاري فاسجدوا لله وعبدوا هل كاسو كسجودي نبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه نبي عيسى صلى الله عليه وسلم حل سجودي المسلمون والمشركون والجن والإنس نبي يقول سجود سمرك أركان قال حتى ماشي إسكت جوكتي وي سجود جنكي وي سجود تابعه وحك حديثك كن راعي إبراهيم إبراهيم آهني عبد الله بن الوارث عبد الوارث تابعه ابن الضهمان عن أيوب عبد الوارث قال حدثنا أيوب أساسي عبد الوارث تابعه عبد الوارث حديثك وحكوا فقي ابن الضهمان وإبراهيم ابن الضهمان عن أيوب سجون كقاضي سدي عبد الوارث بحدثنا أيوب وير حدثنا أيوب سدي ويره ولم يذكر ابن علية شيخ اللي رأى إسماعيل ابن علية سجوا مؤس شيخ ابن عباس لفظي ابن عباس ما وصل هذا الله ابن علية سجون وحرتي أيوب ابن علية حرتي أيوب وسجون أيوب كقاضي مرك حرت أيوب وعبد الوارث وأيوب كقاضي إبراهيم بن الضهمان وأيوب كقاضي ابن عليا وأيوب كقاضي سد حرو سد حداس حرو مرك لبوا ويش يجان ابن عباس لبوا ابن عباس شكت لبوا عبد الوارث وكقاضي أيوب ابن عباس ويش يجان حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وكير حرو جن كلو يسقون إبراهيم بن الضهمان يسقون ويش يجان ابن عباس إسناد كسوق جاب يتابعه ابن الضهمان عن أيوب مركو ده يحكم تابعي في ذكري ابن عباس وسونا شاقيو لكن إسماعيل بن عليا ابن عباس مشيقين وجعل الحديث مرسلا هذه مركة ابن عليا أو سنشيقين ابن عباس حديثكم حول نغنى مرسل ونغنى حديث مرسلة أيو نغنى إلا ابن عباس هذه ماشي الله قجر ومحين نغنى عن عكرمة قال سجد النبي عكرمة هو تابعي ما بسوق قارن بالنبي صلى الله عليه وسلم مركة دين عاسد الله غفيريو حديثك النقنا مرسل من طريق ابن علي مرسل كنقنا طريق ابن علي مركلي من طريق هذيل إلى عبد الوارث بن سعيد يو إبراهيم الضهمان كنقنا متصل ولا جبتين هاي مرك ولا جبتي ابن علي لا ولا حروه كبدهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
حدثنا نصر بن علي هو الجهدمي البصري قال أخبرني أبو أحمد وعبد الله بن محمد المعروف أبو أبي أحمد قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس من أولاد أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق والسبيعي الكوفي عن الأسود بن يزيد الكوفي النخعي عن عبد الله عبد الله المسعود قال عبد الله المسعود الحويري أول سورة سورة يقول رئيسي سورة داس أنزلت فيها الوسوة الدجيه سجد الوسوة الدجيه والنجم سورة والنجم قال مركز الحويري عبد الله المسعود فسجد رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم وسجوده مركز قاري فسجدوا لله وعبده وسجد من خلفه ذاتك النبي صلى الله عليه وسلم قداشي سهد يقول وسجودين إلا رجلا هل من رأيته ننكاس وان أركي أخذ حاله سوقاتي كفن على على علق سوقاتي على عشا سو من تراب عراه عروه على عشا كسو بوحسلي فسجد عليه على تراب عرادي دوش يدو مركا كسو جودي استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم جس جس النبي صلى الله عليه وسلم وكسو جوديو عبد الله بن مسعود مركا وحو يري فرأيته ننكي واركي سدا يالي بعد ذلك مركاس كبعد قتل حال دلي كافرا حاله سوء الخاتمة يعني بسبب استهزائه بالحق حق كل جسيس يسويته سؤال خاتمة يدو كل عادي أيار أركويل وهو ننكاسنا مجي عيسى أمية بن خلف الذي هجروه عبد الله بن مسعود قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة اقتربت الساعة هذه مدني سورة اقتربت الساعة سورة ديدو بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد مجاهد بن جبري وحويري في تفسير قوله تعالى مستمر ذاهب أي كفسر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وإن يروا آية يعرض آية هذه أركان ويكسي جيسان أيان ومر مين أيان ويقول وحين إليهن سحر مستمر أفلقات دي أقدر أيان إعراض كليا ما هنا كسي جيستين آيات كإلهنا وعاية أيان وحين إليهن وسحر وحن لليمت سحر سحر كاسو مستمر مجاهد وحير الذاهب سحر تغي محلو لجدا ذاهب بمعنى سيذهب ولا يبقى واسم الفاعل بمعنى المطارع اسم الفاعل بمعنى المطارع سحر ذاهب أي سيذهب ولا يبقى ساسي رجلا وحن هو سحر عند سرعاد معجزوينك ولي من النبي صلى الله عليه وسلم قال دي راهن وحن وحس كباب بيئتونا وحباق النغنطونا معها ساسي رجلا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير مزدجر مركو فسره ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حق وررك وقيمد ما شيء فيه شيء قد حديثة مزدجر وكسو غنيا مزدجر مركو محاله رجي ذا متناهن رماد وكسو غنيا هاي في الزجر والوعيد وماش وقدم بيسهن جباته متناهن dammaada u yimid mid ku dhamaaday fi zajri anaanashada iyo walwiciidii hanjabaada meeshii ugu dambeysay waxa aha u yimid oo qofka hadii maaragtay ku cibro qaadan karo hadal uma dhimana loo jeeda hadal loo sheegi laha uma dhimana saas ku fasiray qala imam al-bukhari rahimahullah ta'ala fi tafsir qawli ta'ala shaykhu hukur wazdujir fastudir jununa wa qalu majnunun wazdujir nabiyullah nuuh qoomkiisi waxa yiraahdeen waa majnun وزدجرا وروايه فسر مركه بخاري وزدجرا محل لجدا فاستدير وايجي كلام كودا لغه حكايون هذل كودا لغه حكايون قالدي waxay yiraahdeen فاستدير النبي الله نوح waa la duuliyay جنونا من جنونه حق والده la duulay dhah wa ruuhan aqli lahayn iska walan وزدجرا macnaheedu فاستدير جنونا wuxuu ku hadlay waa nin walan saasi u lajeeda قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ wuxuu ku yiri دسورين اضلاع السفينه وحملناه على ذات ألواح ودسور وحملناه نبي الله نوح وحن كحمبار نور الله جل جلاله على ذات ألواح دون ألواح صاحبة ودسرنا صاحبة دسر محل لجدا هي أضلاع السفينة دون ذا وحياله اللي وحير حريه دسرك مصاميرتي حركه وحي اللي وحير حريه بقى أضلاع ذا فيرة لو لم تجدا أصل كذا ضلعي وفيرة لكن هذا وحل لجدا وحي الدونيد اللي وحر حرية ومسامرتي أسوي لجه ذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جزاء أبال مرين لمن روح الله أبال مرين أيوه روح أسو كان هذا كفر مثل كجي ساري ونبي نوح نبي نوح قال هذا كجي سارين أي الله ربا إن الله أبال مرين أصغن اللبت باديو كوي كجي سارين اللي هلاقو وحوير البخاري يقول إلهي وحوليهي كفر له جزاء من الله لمن كان كفر له قفل لغو كفريو معنى لغو جساري أن أبال مرنين
يجزى ولا أبال مرينا قفكاس الوجزاري جزاء أبال مرين أي الله أبال مرينا أبال مرين تاسو من الله إلهي حق سكاهاتي ومحال لغو أبال مريي إن لا أمان قليو الدوني دا لغو أمان قليي كوي كسو هرجيدان الهلاقي بس لغو أمانيو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى محتضر مركو فسيره كل شرب محتضر كل شرب عبيتان كستا وعيلكي وهشي نبي الله يعني نبي الله صالح عيلكي معجزته هو كل كستو العبيه محتضر من الله سو حاضري وبيه الله سو حاضري وحي البخاري يحضرون وحي سو حاضرين حلقودي الماء بيه عيلكاس مالنا هشا عبيسي مالنا ايغا كعبي ايا لولجيده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن جبير سعيد بن جبير سقنا وحير مهدعين إلى الداعي مركوف سري أن صلان الخبب الصراع يكوف سري مهدعين حال يدتك دقدقيان إلى الداعي ملق أويريا وحبالها يقبورها أويريا ملقاس أي يدتك حقي سآليان مركب مهدعين محال لجدا هو أن صلان ودقدق مهدعين ودقدقيان ملق حقي سآليان الخبب هو الخبب هو الصراع كل بمعنى واحد أسكو معنو خبب دقدق أسرع دقدق وأسرن دقدق على ولا شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال غيره غير ابن الجبير سعيد بن الجبير غير كيسون وحير في تفسير قوله تعالى فتعاضى فعقر مركو فسره فتعاضى نينك هشي أيو سوق هذه فعقر وبغنقوي هشي نبي الله صالح معجزة له فعادها بيده فعقرها فعادها مودين قرأ نكنا فعاد مثل فتعاضها فتعاضها يا فتعادا مس فعادها يا ما تفسير كان شيغي ايدم شيغي واخا كو فسران شيغي يا فعادها فعادها وسيد اني يقري فعادها بيده فعقرها يا اساس من كو فسر فتعادا فعاطا فعاطا أسلم إيش أنا قصدي نوري فعاطة فعاطها هذه وكتب مياه هذه مش وكتب هذه اللفظ اللي قال لقاهان مسوا أرورين مش أنكرمنا وحوي لفظ اللي قال لقاده كمجر فعاطها نسقين كذي فعاطها مع اللفظ لم يرد في كتب اللغة واللفظ كتب اللغة أن كسوا أرورين مرك علماء وحيلين شرح ذا بخاري شرح ذي فتعاطها الوصح ساسي لأن اللفظ اللي قاسه معروف في اللغة لفظ قاس أي اللغة المعروف كوا. مركب معنوم محن قنا. فتعادها هشي وحكسه وقبتي. بيده جعنتي سيف عقرها وبغن قوي مركب. تاسو. لفظ قاسه معروف حق اللغة كوا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حور المحتضر مركب فسيري كحضار من الشجر محترق فكانوا كهشيم المحتضر فكانوا وحن قدام قوم كلها لاقي كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر محله لجدا كحضار حراء وكلي نقد. حرد أصوب من الشجر الجيلة حرد أصوب محترق جبتي أريج مركي أم الجيلة حرم مركي الله سما يبود أو حيال قد حقيه لا ما إيه أريج مركي حرام الله قديكو هدي الجبهة كورن حرد أص واحد بربوري ودمبس عكسه هري سد أصاب دمبس الله قديكو مركي الهلاقي دمبس بربوري أي النقدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ الحكيري ازدجر وقالوا مجنون وازدجر وازدجر تاسو ربا شيخ انو فسيرو هرانا وابا نوغسو فسيري مركلو سوعيلي وقالوا وحي راهن مجنون وي وازدجر شيخ وحير افتعلا فعل كاني وحو اها افتعلاو من زجرتو ايالاقا كياني وان عنانتي وازدجر والا عنانتو والا هراري نبي الله النوح وهذا الله فالحن اي كلا هذا اليوم مركا افتعلا شيخ وحير جيدا اصل كيسو وحو اها ازدجر ماشا هذا الدالكا وزدجر مشهد الدالكة تاء أولي جرتي ساس أولي جد افتعلوها وزدجر ساس هاجر مركا قاعدة دي اقا شيء دا تفتعال رد إثر مطبقي في الدان وزدد والدكر دالن بقي ماشي ابن مالك وليه رحمه الله تعالى مركا تاول افتعالك يا وحلوب بدلي الدال محن صباحي وزدجر ساس وزدجر سيدا ازدادئي كواس ولمدي هاي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري كفر وحسو علي آيات دي ونصر شيخي جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر وحكى له لقفة سراوي الشيخ فعلنا به النبي الله نوح وحن كسمين إيه وبهم قومك
وبهم قوم كي بيني نبي الله نوح وحن كسميني ما فعلنا وحي أن كسمينا أن كسميني ونبي نوح لما حلو كسمي إلا بدبادية أيجي لما حلو كسمي إلا هلاقي وحن أرنك أسمينه لله جل جلاله جزاء لأجل جزاء أبا المرينو لما يلدي كي لقى أبا المرينو صنع الكسمي بنوح وأصحابه نبي الله نوح أصحابتي سير رميسي وحي الكسمي أيان ربنا إنا كأبا المرينو قال ديوان هلاقنيو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر رورتي وحكوسوك الله عذاب مستقر كوسوك الله عذاب حق يا للجهد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقال وحل إله رشاخ الأشر المرج والتجبر يا للجهد سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بالروح يقان دونان بين لها أشر كاهي قفك أيها ayaga nabiga ku tilmaamay kadaab ay ku tilmaameen ashir ah bari ay ogaan doonaan qofka kadaabka ashirka ah marka wuxuu yiri sheekhu yuqaal waxa leeyra al ashiru ashirku al marahu kibirka iyo watajaburu madaxaday gaw qala al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala babun hada midkan babun babu qala ta'ala ilahu huri jalla jalaluhu iqtarabat as sa'atu wa shaqqa al qamar wa in yaru ayatan yu'ridu iqtarabat as sa'atu sa'ati qiyamuhu isoo dhawaatay وانشق وحنا دلاعي القمر ضيحين ودلاعي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يروا آية آية هذه أركان قالوا يعرضوا آية داس وكسي جيسنا يانو مروا مينيان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد مسدد بن سرهد البصري قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة إيه وصفيان صفيان كان لبابه النغنكرا صفيان ابن عيينة النغنكرا صفيان الثوري النغنكرا صفيان ابن عيينة أما سفيان الثوري لأن كل منهما يروي عن الأعمش سفيان الثوري أعمش وحبو كوريا سفيان بن عيينة أعمش وحبو كوريا مركب لبضبا إسناتك ونغنكرا وسفيان بن عيينة أما سفيان الثوري لبضبا محتمل عن الأعمش عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد نخعي عن أبي معمر عبد الله بن صخبرة مرهدو بن مسعود كقاضو عن ابن مسعود قال انشق القمر ضيحي أياك لدلاعي على عهد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقيسو كلا دلاعي ضيحي فرقتين لبا قيبوت ايو كلا دلاعي فرقة قيب فوق الجبل يهات جبل ابي قبيس بورت ابي قبيس ليلة دوشي دا قيبو اي كسو داعديو وفرقة قيبنا دونه دون الجبل جبل كسو كديس يهات فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق اشهدوا كمرقات فرع معجز الله ما دو ديه دهي وتضيحي الهي بقدرته وبإرادته وكإله الله وكذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المدينة البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة كان سفيان بن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال وحول عبد الله بن مسعود انشق القمر ضيحي أياك لدلاع مي والحال نحن أنه مع النبي نبي معيسى صلى الله عليه وسلم أنه فصار ضيحي فرقتين لا بقي بوض النقض فقال لنا رسولك صلى الله عليه وسلم حنوير اشهدوا كم رقاتف رم عجزدا وين كم رقاتف قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ويحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثني بكر وبكر بن مضر المصري قال له بكر بن عبد الله جماعه سدح بكري أي كتابك قبا صحيح البخاري بكر بن مضر المصري يا بكر بن عبد الله وبصري كاسي وحميد الطويل شيخيسي ويدول شيخيسي وهنجر أي بكر بن عمرو البصري شيخي حيوة بن شريح مصري قاها شيخي سوى هاجري ومجاب الدعوة هاجري شيخ مجاب سدح لأس البصري أيو كتابك وقباء وبكر بن مضر وهذا تاقنهي بكر بن مضر المصري إيا بكر بن عبد الله البصري وشيخ حميد الدويل حميد الدويل شيخي سي إيا بكر بن عمرو البصري وشيخ حيوة بن شريح وكان مجاب الدعوة شيخي سي سدح لأس كتابك وقباء قال حدثني بكر هذا مركب حلو لجدا بكر بن مضر المصري عن جعفر وجعفر جعفر بن ربيعة المصري عن عراك بن مالك المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انشق القمر ضيح اياك لدلاع مي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي قال حدثنا يونس بن محمد هو البغدادي قال حدثنا شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس قال سأل أهل مكة وحي ويديستين أن يريهم نبي صلى الله عليه وسلم آية معجزة نوتصه آية هنا بمعنى المعجزة معجزة إنه تسو أي سؤالين فأراهم انشقاق القمر وتسي ضيح مركات بالله مديسي أي تسي رسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قال تعالى جل جلاله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري الدوني دو حكوس عنيس بأعيننا أنا حفظي أن إلى لنتين كوس عنيس الله تسميها ها
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ومسدد المسرهد البصري قال حدثنا يحيى القضان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين وكلت الدلاعي لما قيبون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى جل جلاله تجري دون ذي نبي الله نوح بأعيننا أي كس عنيس جزاء لأجل جزاء أبال مرين درت يكس عنيسه لمن روح لأبال مريي روح أسو كان هذا كفر مثل الجساري ابن نوح الجساري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال قتادة وحير أبقى الله إلهي وحب باقي إلى سفينة النوح دونتي نبي النوح مدى إلهي ملك باقي إلى حتى أدركها إلى دوندي أي كسو قارين أوائل هذه الأمة المحمدية أمدى المحمدية ضدك يدي أوه الرئي أيابا أركيبا دونتي نبي الله النوح سو قارينو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر هو الحوضي البصري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق والسبيعي عن الأسود وأسود بن يزيد النخعي أي وجه داو عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال وحول عبد الله بن مسعود كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحول هنجر يقرأ من آخرية فهل من مذكر قرأت مشهور كاهد أي نبي آخرين أيوه وحلق احترازي مذكر أذالة نبي موصن آخرين أي صلى الله عليه وسلم مذكر أي آخرين أيوه بالدال المهملة أذالك لو مهملة لغشدي أي آخرين نبي صلى الله عليه وسلم. حديث كان إمام البخاري عجائب تيسو حاكم ذا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مذكر إنه نبي آخر جري صلى الله عليه وسلم أو رده بستة الدرق لح طريق نوكين دونا لح طريق وهذا أول الدرق لح طريق نوكين دونا عجائبتي سيكمتها عدة الشيوخ وحديث كان أوليه كليجس عدة الشيوخ هل كان حديث أوليه مرك عليها الدنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى جل جلاله ولقد حقيقة يسرنا القرآن قرآن كوانفضوا ضي نور الله جل جلاله للذكر لأجل الذكر هو أنا قاد شدرتيد أيام قرآنك أفضضيني فهل من مذكر وفو أنا قادنا يا قرآنك كو أنا قادنا يا مجرى. قال مجاهد وحير يسرنا وحلو لجدا هونا قراءته قرآنك آخرين تيسان فضضيني قرآنك عجائب تيسو حكمي ده قفان لغة عربية أنا قانين أيا سيد أو إتقانيني أو حفظيني أو تجويد كيس أصو غيو أيا الله أركي هدنا مع ذلك كتاب لغة ديس أن لفهمين وهدنا اللي حفظيي waxaa ka jira kitabka quraanka kudaga qariib ka jira qofka hadii mid kale kitab english la keeno oo luqadda englishka uu san garanay ee leeyahay kitabkan english weeye xifdi hadii leeyahay ma xifdin karo maadaalka waxa arkay dad caajima caajimtaaba ugu badan ba inta quraanka xifdisay dadka caajimiga ugu badan dad caajima waxa arkay haddana ma garanayaan luqadda kitabka carabiga ma garanayaan haddana aan dhahri qalbi ay alfaadisi tajweedkiisi say u tqaanay adla yaabi wa hada min taysir ilahi wa fadli ilaa sida u fudeyd dadka ayuu luqadii quraanka garanayd ay hadana itqaaninayaa caajimti wa itqaaninayaa wada min taysir ilaahi ta'ala ilaahi taysirkiisu. qala al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala hadathana musaddad an yahya an shu'bata an abi ishaq huwa sabi'i an al-aswad ibn yazid al-kufi an abdullah ibn mas'ud an an-nabi annahu kana yaqra fa hal min mudakkirin wa dariq kala hadana dariq kala ku saaruri hadana dariq kala an arki doona babun. qala al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala bi tafsir qul qala ta'ala jalla jalaluhu a'jazu an-nakhl wa ba yaqwa gatimirat salyal koodi ah نخلي غاسو من قعيرين دلالوي ودحر كدلالو كسو قعي وقيتكس انتو كسو قعي دلاشدي فكيف سليبو كان عذابي عذاب كيغا آن اقالي نمان كان عذابي سيء هذي عذاب كيغي وندوري كوي ديغي يي وعذاب كيغي وديغي ينا سيء حال كود وهذوري الله جل جلاله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعيم قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية الكوفي ولجد عن أبي إسحاق والسبيعي أنه سمع رجلا ومغلي لنك سأل الأسود أسود بن يزيد سؤالي فهل من مذكر من اخرنا او مذكر بس مذكر او ذال اخرنا. فقال مركز وحول اسود بن يزيد سمعت عبد الله بن مسعود ايان مغلي يقراها حال ايضا واخرنا فهل من مذكر اسود دال واخرنا. قال وحول عبد الله بن مسعود وسمعت النبي ان يقول النبي مغلي صلى الله عليه وسلم يقراها حال ايضا واخرنا النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر دالا حاله اسناد كلا هذا طريق خلي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قال تعالى جل جلاله فكانوا وحي نقضين قومك إلا هلاقي كهشيم المحتضر قفك حريسنا يو حرادة سميسنا يو حرادة بربر كيدو كالي حرادة بربر كيدو كالي نقضين ولقد حقيقة يسرنا القرآن القرآن كوانفضو ديني للذكر لأجل الذكر كوانا قادة شدرت دان أفضو ديني فهل من مدكر قفوانا قادنا يمجرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مذكر آلية إسناد كله هذا وإسلا سجي إسناد كله هذا نكسر أرورين دونا باب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال تعالى جل جلاله ولقد حقيقة صبحهم قومك وحكسوا كلهاي بكرة أرورتي وحكسوا كلهاي
cadaabunaa kusoo kallahay, cadaabkaasoo mustaqirun ee ku sugnaaday. Faduuquu dhadhamiya cadaabii, cadaabkayga dhadhamiya, yuuri ilaahi jala jalaaluhu, wanuduri kuwii idin digayana dhadhamiya. Qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacala, xadathanaa maxamed maxamed bnu lmusanna alcanazi albasriyu qaala xadathanaa gundar qaala xadathanaa shucbatu can abi isxaaq can alaswadi can cabdillahi can annabiyi qara'a fahal min muddakirin. Isnaad kale haddana qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacala, baabun qaala tacaala jala jalaaluhu, walaqad xaqiiqa ahlaknaa, waxaan halaagnu yuri ilaahi jala jalaaluhu, ashyaacakum ay amhaalakum wa nadaa'irakum, dad adinka idin la mida awoodda aad sheeganaysaan oo kale leh ayaan halaagnay. Fahal min muddakirin, ruux waana qaadanaya ma jira. qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala, xadathanaa yaxya wa yaxya bnu muusa albalkhiyu qaala xadathanaa wakiicun can israaciil an abi isxaaq an alaswad bni yaziid can cabdillahi qaal qara'tu cala annabiyi sala allahu calayh wasalam fahal min muddakirin, muddakir ayaan ku dul akhriyay oo daal ah. fa qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam, wuxuu yidhi fahal min muddakirin, dheh daal akhri yuurin muhmalaa nabigu sala allahu calayh wasalam. qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacala, wahaada aakhiru lasaaniid, aakhiru lasaaniid sita, kana ugu dambeeya lixdaas isnaad uu ku soo arooriyey nabigu sala allahu calayh wasalam muddakir inuu akhriyay bidaal. qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala, baabu qowlihi tacaala, hada midkana baabu qowlihi tacaala, qowlka ilaahi ubaab yahay jala jalaaluhu, sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna addubur. sayuhzamu waxaa la jebin doonaa yuri ilaahi jala jalaaluhu, aljamcu jamaacada gaalada waa la jebin doonaa, wayuwalluuna addubur dabadayna jeedin doonaan. qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala, xadathanaa maxamed ibnu xawshab wa maxamed ibnu cabdillaah min baabi nisbati ilaa jaddihi, awowgiisaa loo nisbeeyo maxamed ibnu cabdillaahi ibni xawshabin. qaala xadathanaa cabdilwahaab cabdilwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi qaala xadathanaa khaalidun can cikrama, khaalid hadduu cikrama ka qaado khaalidu lxadda, can cikrama can ibni cabaasin xaa qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala, xadathanii maxamed maxamed ibnu yaxya adduhliyu qaala xadathanaa cafaanu ibnu muslim huwa albasriyu can wuhayb, wuhaybu bnu khaalidin albasriyu walaysa fi saxiixi albukhaari man ismuhu wuhaybun ila hada shaykh. qaala xadathanaa khaalidun wa khaalidu lxadda can cikrama can ibni cabaas radia allahu tacala canhuma ana rasuula allah sala allahu wasalam baraka calayh qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam, wuxuu yidhi walxaal huwa rasuulku sala allahu alayh wasalam fii qubbatin, qubbad asagoo ku dhex jira, yowma badrin maalintii beder, wuxuu yidhi asagoo qubbad ku dhex jira, allaahumma ilaahayow innii anshuduka waxaan ku weydiisanaa cahdaka ballankaagii iyo wawacdaka ballanqaadkaagii nasriga aad igu ballanqaaday, allaahumma ilaahayow intashaa haddaad doonto laa tucbad laguma caabudayo bacda alyowm, maanta ka bacdi laguma caabudayo, haddaad doonayso intaan ku caabudayso haddii meesha lagu halaago rabbigow yaa ku caabudaya. fa akhada abuubakrin, abuubakr wuxuu qabtay biyadihi yadi rasuuliillah, rasuulka alayh sala allahu alayh wasalam gacantiisii uu ku dhegay, fa qaala wuxuu yidhi sayiduna abuubakr xasbuka intanaa kugu filan yaa rasuul allah, alxaxta waad ku celcelisay ducadii calaa rabbika, rabbigaa ducadeed waad ku celcelisay, iska tartiibi rasuulku ilaahayow. wa huwa rasuulkuna sala allahu alayh wasalam yathibu bimacnaa yaquumu, wuxuu markaa ku taagnaa fi dirci caburbureedkii hubkii dagaalka uu soo qaatay, caburbureedkaasuu ku taagnaa nabigu sala allahu alayh wasalam. fa kharaja rasuulku sala allahu alayh wasalam, waa soo baxay qubbaddiisii ayuu ka soo baxay, walxaal huwa yaquulu isagoo dhahay rasuulku sala allahu alayh wasalam sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna addubur. qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacala, baabu qowlihi tacaala, haada midkana baabu qowlihi tacaala, qowlka ilaahi baab yahay jala jalaaluhu, bali saacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar, bal iska dhaafay asaacatu saacaddii qiyaamaha ayaa mawciduhum ballankoodii ah, wa saacatu saacadda qiyaamuhu adhaa mid musiibo badan wey, wa amaru mid qaraar badan wey, saacadda qiyaamuhu musiibadeedu waa weyn tahay, acaadana allahu min howliha wa shiddatiha. yacni wuxuu ula jeedaa yuri ilaahi jala jalaaluhu bukhaari min almaraaru ula jeedaa qaraar, qaraara la keena, wa saacaddu waa qaraartaa loola jeedaa. qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala, xadathanaa ibraahim nuusa ibraahim asagiiru ka wadaa, qaala xadathanaa hishaam ibnu yuusuf qaaligiyu ka wadaa qaadi sanca ana bna jurejin akhbarahum qaala akhbaranii yuusuf ibnu maahak almakiyu qaal innii anigoo cinda caaisha ah umilmu'miniin, qaalat waxay tihi umna caaisha laqad nazala calaa maxamed, nabiyullahi maxamed sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo degay bimakata fii maka, maka dhexdeeda waxaa ugu soo degay, walxaal innii anigu la jaariyatoon gabar yar aan ahay alcabu xaalaan cayaarayo aayaddana ku soo degtay nabiga sala allahu alayh wasalam, bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar. qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala, xadathanaa isxaaq wa isxaaq bnu shaahiin alwaasidi qaala xadathanaa khaalid wa khaalid bni cabdillahi khaalidu daxaan, labada khaalid hadday israacaan khaalidu daxaan wey midka hore, midka dambena khaalidu lxadaawi, can khaalidi khaalid alxadaa can cikrama can ibni cabaas anna nabiya nabigu sala allahu alayh wasalam qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam, wuxuu yihi walxaal huwa fii qubbatin, qubbad uu ku sugan yahay, qubbaddaasoo lahu nabigu u sugnaatay sala allahu alayh wasalam yowma badrin, wuxuu yidhi anshuduka cahdaka wa wacdak
اللهم إن شئت لم تعبد لغم عابده هذا دونت بعد اليوم أبدا ونقى لغم عابده هذا سيدات دونيس ربيه. فأخذ أبو بكر بيده يد رسول الله وقبته صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا أبو بكر وحور حسبك أنت ناكو فلا يا رسول الله فلقد ألححت واتكو على علي سيد عدي على ربك. والحال هو نبي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم في الدرع عبر البراد وحلقة كل حجري. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكسب بحي قبضي. والحال هو رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إليه سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. الله سبحانه.